عمي شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. شو اخبارك؟ كيف تعرف انك تحب؟ كل شيء فيك تجمل الا قلبك. هالسلسلة بكم؟ 70 درهم. ببيع السيكل. صدقني امك بتذبحني. ابوي بيخليني اسير الجامعة؟ انت تبغين؟ يوم بخلص دراسة بشتغل وبجيب لك فستان وردي. وابوي؟ ابوي بجيب له عود جديد. ومنصور. يلا عاد قومي لبسي تعالي. ما شاء الله عليك منصور، كبرت كلها كم سنة وامك تشوف لك عروسة حلوة. احترم نفسك وما يخصك فيها. ريال ما يتضارب مع كل حد. على الريال شو يسوي؟ ريال يدرس ويفتح بيت. انا ابوك مستوي جحش وليلة الحين ما تفهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك مو ولد. كلثم انت ليش كلك تخافين من الريايل؟ ما خاف منهم، بس يوم تشوفينهم بتروحين عندهم. لا تنسين هذا زواجها الثاني، ما بتتشرط الا صدق الريال من العين. البيت فيه بنات خاف الله فيهم، بس لكن اخرته واحد زباله يمد ايده على اختي. لا عويش الحين وصلت الكتل ما لقيت غير عويش. ايش تبغاني اسوي؟